السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية اللي موجودة معانا النهاردة دي، العربية دي استيراد من كوريا. خلاص أول واحدة اهي اون تراك كوريا وصلت. العربية دي نقدر نجيبها لك على مبادرة المغتربين ب 2,750,000 شامل الوديعة. في حين إن العربية دي أول نسخة منها أو أول فئة منها اللي هي ب 2,750,000 اللي احنا بنستوردها شامل الوديعة، الوكيل بيبيعها ب 3,500,000. واخد بالك من الفرق؟ يعني موفرين 750,000 جنيه غير ال 500,000 جنيه بتوع الوديعة. واخد بالك احنا بنعمل ايه؟ بزعلينهم، ها؟ زعلينهم جامد. العربية دي هقول لكم كل التفاصيل بتاعتها واقول لكم ازاي نستوردها وكل القصة بتاعتها في الفيديو ده، بس قبل ما نخش في التفاصيل، كوباية الشاي الجميلة وصلي على رسول الله، وتعالى اقول لك بقى كل ما يخص الكيا سورنتو 2024 استيراد اون تراك كوريا. يلا بينا. العربيه اللي موجوده معانا النهارده الكيا سورنتو الجرافيتي الاول ويل درايف اعلى فئه 2024. العربيه دي واحده من العربيات الكوري الناجحه جدا، عربيه 7 كراسي او 7 مقاعد 3 صفوف. عايز اقول لك بس على حاجه، انت لو اول مره تتفرج عليا فانت فايتك كتير جدا، اعمل فولو للصفحه خلاص، لان احنا بنعمل شغل مزعل توكيلات كتير جدا، وبنقول لك الحقيقه بتاعه الاسعار والفرق ما بين العربيه ومن بره والعربيه هنا. سعر العربيه دي انا قلته لك في اول الفيديو ده كان سعر التوكيل، ما بالك بقى المعارض بتعمل ايه. تعال ندخل في تفاصيل العربيه السورنتو. العربية دي بتنزل بموتور 1600 سي سي، بيطلع 230 حصان و350 عزم نيوتن في المتر. العربية دي بتنزل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. كماليات بقى ما تعدش، طبعا العربية تطلع من الركنة وترجع تاني لوحدها، كل ده بالريموت ما عندكش أي مشاكل. كاميرات 360 درجة، سيفتي، كل أنظمة الأمان والحماية اللي ممكن تتخيلها. طبعا العربية أول ويل درايف، يعني تقدر تدخل فيها في صحراء واعمل كل اللي نفسك فيه ما عندكش اي مشاكل. طبعا الشياكه بقى بتاعت العربيه، الفوانيس ال ال اي دي، الشبكه الشيك جدا، حساسات الركنه قدام وورا بتركن لوحدها، وعندك كمان بلايند سبوت في المرايات، عندك ايرباجات، عندك صالون. تعالى كده يا مصطفى. طبعا بنفتح كيليس جو، بصوا بقى على الصالون كده، اتفرجوا. الشاشات الترا المالتي فانكشن، البيانو بلاك، اللون الجملي الشيك، كراسي كهرباء، الكراسي كمان فيها مساج وفيها تبريد وتسقيع، فيها في العربيه ساوند سيستم، فتحه سقف بانوراما، فتحه سقف بانوراما. العربيه طبعا 3 مقاعد، كاب هولدر، الجزء الخلفي زجاج ملون غير ان فيه ستاير. عندك الكراسي هنا دي مانيوال اهي خلاص، ولسه وعندك كمان هناك فتحات التكييف للجزء الخلفي. تانك البنزين بقى بتاع العربيه 67 لتر، تانك البنزين 67 لتر بيمشي العربيه. العربية دي هايبرد، ها؟ العربية دي هايبرد، مش زي اللي الوكيل بيجيبها بنزين بس. التانك ده بيمشي العربية 1050 كيلو متر في التفويلة. احسب بقى براحتك وانت تعرف قد ايه انت موفر. تعال نبص على الشنطة. طبعا شنطة كهرباء. وادي الصف الثالث، المخدع بتاعه. طيب لو تنينا الصف ده بقى معانا مساحة تخزين 600 لتر. لو تنينا الصف اللي بعده كمان بقى معانا مساحة تخزين 2000 لتر. عيش. خلاص نقفل بقى الشنطة. العربية دي بقى فيها اوبشن حلوة قوي قوي قوي، سيستم دي في ار للكاميرات بتاعة العربية. يعني لو انت النهاردة سايب العربية مع اي حد او راكنها في اي حتة وعايز تعرف ايه اللي بيدور حوالين العربية، بعد ما بتوصل العربية، العربية فيها هارد ديسك، طبعا اللي عارف سيستم الدي في ار يعني كاميرات يعني مايكات يعني هارد ديسك، تيجي تفتح تشوف كل اللي حصل بره العربية وجوه العربية.
ما نطولش عليكم وتعالوا بقى ايه من قدام نختم الفيديو. كده انت عرفت تقريبا معظم اللي احنا عايزين نقوله لك في العربية دي. خليني اتفق بس معاك على حاجة. احنا حاليا اون تراك كوريا بنستورد من كوريا عن طريق مبادرة المغتربين فقط لا غير. انما الاستيراد الشخصي حاليا مش شغال عشان بس يبقى كلام واضح. فلو انت عايز عربية كيا، هيونداي، سانج يونج، اي عربية كوري بتحلم بيها موجودة. حتى العربيات الكيا سيراتو اللي هي بقى اسمها كي 3 والكي 5 والهيونداي الالترا الاي دي الام دي، اي عربية كوري على مبادرة المغتربين نقدر نجيبها لك. عايز تعرف سعر عربية اكتبه في الكومنتات وانا هقول لحضرتك التسعير بتاعه ايه على مبادرة المغتربين. لما ربنا يكرم ان شاء الله كده ويفتحوا ذوي الهمم هنجيب برضو عربيات ذوي الهمم، ولما موضوع الاستيراد الشخصي يتظبط هنبقى نجيب عربيات استيراد شخصي، لكن حاليا احنا على المبادره بس. احب اقول لك ان احنا دلوقتي عندنا اون تراك مصر، اون تراك كوريا، اون تراك اوروبا، اون تراك السعوديه، وان شاء الله قريب اون تراك يو اس اي او اون تراك امريكا. كل فرع من الفروع دي بيخدم كل الناس سواء كانت في مصر او في الدوله اللي الفرع موجود فيها. يعني لو حضرتك عايز اي عربيات من كوريا نقدر نشحنها لحضرتك من كوريا نوديها لك في البلد اللي انت عايزها، ولو عايز عربيه من اوروبا نقدر نشحن لك اي عربيه من اوروبا للبلد اللي انت عايزها، سواء كانت السعوديه الخليج كله نقدر نصدر له عادي، او لو عايز عربيات لمصر فانت عارف الشروط بتاعه مصر ماشيه ازاي واحنا نقدر نساعدك فيها. ارقام التليفونات هتطلع قدامكم للاستعلام، ويا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه جديده، ومستني الكومنتات لو عايز تسال على الاسعار. اوعى تجيب عربيه جديده وما تعملهاش فيلم حمايه، اللهم بلغت اللهم فاشهد. قبل ما تسيب الفيديو ده بقى وتروح في اي حته صلي على رسول الله. شريف ياسر اون تراك، لايك وشير، ونشوفكم على خير. سلام عليكم.